طبعا هيكون معانا كابتن فتحي. ازي حضرتك؟ ايه يا كابتن اسلام، مساء الخير يا كابتن مساء اسلام. الفل يا ليه كابتن. قلت له؟ نعم، ليه قلت له؟ ما هو اصل الكابتن شطب يعني بيقول لي انا مش سامع كويس الصوت، فانا بقول له من بدري بصراحه عشان ما احرجوش برضه يا كابتن فتحي، وانت عارف ان انا ما بحبش احرج حد. لا لا، هو هيعرف. هو مين اللي معانا ده؟ انا مش مين عارف، مش عارف صوته. انا هو بص لغايه دلوقتي هو بيقول لي انا مش عارف صوته، اعمل انا ايه دلوقتي؟ منعم فيه كده عرفت صوتك. منعم فيه دي عرفت صوتك. ايه اسمها ايه؟ منعم فيه يعني موجود. منعم فيه انت فيه ولا ما فيه؟ سوداني. يا كابتن فتحي انت انا اسمك صعد، انت من المدربين اللي انت استقبلتني في النادي الاهلي، صح ولا مش صح؟ صح يا كابتن شطر. والله كان موجود مع هيدكوتي ودرب مع هيدكوتي وكابتن معاه كابتن مفتي ابراهيم عشان ما ننساش حد. انا كابتن أيوة. كابتن فتحي لما بجيب اي حد في الجيل ده وما قبله لازم اسم الكابتن فتحي نصير. ده درب صالح سليم. والله بجد انا مش انا مش بقول لك حضرتك كده يعني. خليه كان معانا كابتن ربيع قال لي كابتن فتحي، كان معانا كابتن كل الكباتن العظام اللي كانوا في الجيل اللي حضرتك بتتكلم عنه ده بيقول لك كابتن فتحي نصير. درب هو صغير في السن ولسه في معهد حد قبل ما يتخرج كان بيدرب مع كابتن. كابتن فتحي. ايوه يا كابتن اسلام. هو حضرتك دربت الكابتن شطه ولا لا؟ طبعا كابتن شطه ياه. سنين وسنين والله. طبعا. واشتغلتوا اعتقد مع بعض في الاتحاد الافريقي يا كابتن؟ ها لا ده بعد كده مش اشتغلنا، غير اشتغلنا مفيش سفريه في كاس امم افريقيا 10 بطولات مع بعض. والله الاوضتين مع بعض على طول. كونكت في شطه. مين كان بياكلك؟ صراحه ربنا ما انكرش انت. انت بتاكله ايه يا كابتن بقى؟ ما هو مش مهم تاكله، المهم بتاكله ايه؟ لا ازاي؟ مين كان بيطبخ؟ مين اللي كان بيعمل؟ طباخ ماهر هو كابتن فتحي؟ لا والله. السفريات بص كابتن فتحي حضر بطولات كاس امم افريقيا 2002، انا ما اعرفش 98 حضرها ولا لا، 2002 2004 2006 و2000 و2000 يا كابتن حضرت 2000. طيب يعني 2000 و2002 و2004 و2006 و2008 و2010 كل البطولات دي كابتن فتحي سير كان الجنرال كوردينيتور بتاع الفاينلز. كل البطولات دي شوف يعني تاريخ كبير جدا. كابتن فتحي كان اول محاضر افريقي، محاضر افريقي موجود في القائمه حتى هذه اللحظه. هو كابتن فتحي. كابتن فتحي فانا مش عايز اتكلم عنك، انت هتتكلم عني يا كابتن فتحي. هو اللي هيتكلم عنك. كابتن فتحي طيب يعني اهم مكان يميز الكابتن شطه بعيدا عن الملعب بقى، لانه الملعب احنا جبنا كابتن فاروق وكابتن مختار اتكلموا عنه بشكل رائع جدا. اهم مكان يميز الكابتن. بص يا كابتن. اتفضل يا كابتن. اول حاجه في شطه الانسان. الانسان اللي هو دايما يسال على كل واحد وزميل او صديق او قريب ولا يمكن يتخلى عنه. ايوه انا ما انساش مواقفه مع كل زملائه اللاعبين، يعني الله يرحمه كابتن صفوت لما كان معاه ما تخلاش عنه، كان دايما معاه على طول. خد بقى كل لعيبه الكوره اللي هم موجودين سواء أيوه. من الاهلي او من الزمالك، ده له ايادي بيضاء عليه بما يرضي الله. ايوه. الحاجه الثانيه ان هو ده كمبيوتر متحرك. ما بيغركش ومش شايل معاه لابتوب ولا حاجه. لكن هو كمبيوتر متحرك للقاره الافريقيه. والعالميه ككوره، واحد حضر كاس عالم اكثر من بطوله، بطولات مختلفه، مؤتمرات، سفريات، حاجات يعني ما شاء الله. اللي قاعد قدامك ده يا كابتن اسلام. ايوه. يعني بستاذنك ما يكونش له حلقه واحده، نسال الدكتور محمد سعد كده يعمل له ايه ثلاث اربع حلقات. طبعا. يطلع منه العلم الكروي الحقيقي في اللوائح والنظم والبطولات وكده، هنفيد بيها كل مدربين مصر وهنفيد بيها كل انديه مصر كابن من ابناء النادي الاهلي اللي اتربى في النادي الاهلي على المبادئ وعلى الخلق وعلى الاحترام وعلى التقدير. وما انسالوش يا كابتن اسلام، يعني هو لما بنسافر في اي بطوله وهو المدير الفني للاتحاد الافريقي المفروض مركزه مركز كبير، واحنا محاضر اقل من المدير الفني. ايوه. في وسط كل المحاضرين الافارقه 54 دوله يقول لهم الكابتن فتحي ده مدربي، الكابتن فتحي ده اللي كان بيعلمني الكوره، الكابتن فتحي ده هو اللي كده، يعني ما كانش يعني ينسى نفسه ويعيش الدور زي بعض الناس.
لكن والساده تبادل اللغات، السادة في التعامل. انت دلوقتي لو تروح افريقيا في اي حته كل الناس تقول لك شط، اي بلد من بلاد ال 54 دوله وهو فين نشا؟ في النادي الاهلي. فيعني انا بعتبر يعني كم شطه مكتب لنا بنقول دي وجه جديد للكابتن شطه، وحقيقة يا كابتن اسلام انك اخترت شخصيه طبعا كل النجوم اللي جبتهم قبل كده ايوه كل واحد له مميزاته، لكن هذا الرجل بما يرضي الله هو قطعا سوداني مصري سوداني، ده كان بيخلص يا كابتن جواز السفر كل 3 اشهر غير جواز ايوه لا لا الحقيقه يعني انا بقول لك عليه هو ده اللي قاعد قدامك ده دماغه دي عاوزين نفتحها ونطلع المعلومات اللي بينها. شكرا يا كابتن فتحي. اشكرك جدا يا كابتن فتحي. كابتن فتحي نصير مدير فني القدير والكبير ومحللنا العظيم كابتن فتحي نصير، انا بشكرك كابتن فتحي على وجودك معانا. علاقات جيده جدا مع الجميع يا كابتن شطه وحاجه محترمه جدا. الله يخليك. هو طبعا ذكر موضوع افريقيا ده عشان احنا